بتصنيع الدمى السينمائية وتحريكها والتدريب على صندوق السينما والمخرج الواعد، باشر الأطفال ورشهم التدريبية في فعاليات سينما صور للأطفال. يوجد لدينا ركن للمخرج الواعد، وهو ركن يعني لتقديم بعض الأشياء الفنية للمخرج. كذلك عندنا ركن الظل الذي سوف يعكس بإذن الله بعض الأشكال وبعض الحركات بإذن الله، والقيم التي تعكس الأشياء الإيجابية للطفل طبعا بتجسيد اللي هي حركات باستخدام الظل. دورنا كمتطوعين شاركنا في تنظيم هذه الفعالية من خلال توزيع الأعمال، من خلال التعاون، من خلال إبراز أهم النقاط التي من شأنها أن تبرز هذه الفعالية وهذه المناسبة بطريقة مشرفة في هذه الولاية، ابتداء من استقبال الضيوف وتنظيم هذه الفعالية وانتهاء بختام هذه الفعالية. الأطفال كان لهم نصيب وافر من الاهتمام، حيث استمتعوا بالتدرب على استخدامات الشاشة البيضاء وعروض أفلام الأطفال وقصص الحكوات وغيرها. تعلمت كيف أغير نبرات الصوت وتعلمت كيف يعني ألون عدل، حطنا يعني لون حلو جدا لون زين، وكيف ارسم ونسوي قصص، واستفدت لما قريت القصص وتعلمت اني لازم اقرا قصص عن عمي عشان اعرف ايش فيه صاير. عمري 11، تعلمت كيفيه التلوين، وعند تعلمت من الاستاذ راشد كيف اني اقول اكثر من صوت، اقلد اكثر من صوت، وتعلمت في الاخراج وتعلمت اني اشكل الدمى بالضبط. ويقضي الأطفال هنا وقتا ممتعا وهم يمارسون الأعمال التي يقوم بها السينمائي من محاكاة لكتابة وتمثيل وإنتاج وإخراج. يستمتع الأطفال في هذه الورش ويبدون تفاعلا مع مدربيهم ومع بعضهم البعض ضمن فعاليات سينما صور للأطفال. من ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، يعقوب بن يوسف البلوشي.